كابتن بعد اذنك. اتفضل اتفضل يا كابتن حسن. طيب يا كابتن مدحت، انا اقسم لك بالله العلي العظيم، واقسم بالله العلي العظيم، واقسم بالله العلي العظيم كمان مره، اللي انا اللي هقوله ده اللي حصل بالحرف الواحد. اتفضل. ماشي. اتفضل. والناس عارفه حسني عبد ربه مين، وعارفه اي حد تاني مين. صحيح. كابتن احمد حسام ده اخويا، واول ما جه انا قلت انا هقف معاه عشان درجه كان معايا في الملعب، وعمري في يوم من الايام ما تلفظت بلفظ ان انا اسيء ليه، ولا عمري تلفظت مع اي حد انه يهينه ولا يكلمه ولا يقول اي حاجه، اي اخويا اخواتي اي حد عشان تبقى عارف. نعم. وانا بكن له كل احترام، راجل معايا بصراحه واقف معايا وبادب وباحترام، ما فيش اي بيني وبينه اي مشاكل من يوم ما جيت لغايه اللحظه هذه. نعم. طب ايه اللي قاله مادة يا كابتن حسن؟ انا بس هحكي بس الواقع، لان انا الكلام صدمني، انا مش مصدق. احنا كلنا فوجئنا بصراحه. انا نفسي انا مصدوم ان حسني عبد ربه اللي عمله في تاريخه في نادي الاسماعيلي، ووقف قصاد اهلي وزمالك، ووقف قصاد الدنيا كلها عشان يختار بلده اللي ترابها وخيرها على حسني عبد ربه وناديه، النهارده يقارن انه لا ابقى موجود، لا همشي. يا دي الكوره، ده الكوره صعبه قوي يا كابتن مدحت. اقسم بالله العلي العظيم انا ممكن يحصل لي حاجه من الكلام اللي انا سمعته ده. مش انا اللي يحصل معايا كده يا جماعه. والكابتن احمد حسام انا مستغرب، يقول انا اللي بعمل عليه مؤامره، ده انا اكتر واحد بدافع عنه وبطلع وبقول لا. ده انا لما جه ماشي بعد ماتش الداخليه، اسال سيد متولي، اتصلت بيه على طول، ولا وما ينفعش يمشي، والكابتن احمد ده لسه وبدايه حياته معانا، مش هينفع، والراجل واقف مع الفرقه والراجل مش هيمشي. انا بقول لك يا كابتن سيد ميدو مش هيمشي، هيرجع. وتاني يوم الراجل جه الفرقه وقال حسني عبد ربه، وانا بشكره وبشكر كل اللعيبه اللي كلمتني. النهارده يا كابتن ميدو يحصل مشكله ان طارق اخوه بيطلع بيتغير غصب عنه مع الحاج محمد، بيقول ان حسني غصب عنه. انا ما اقدرش احاسب اخويا اقول له انت قلت ولا ما قلتش، وانا لومت اخويا من ايمي شويه وكلمته وقلت له ما ينفعش، مش انت اللي تاخد لي حق، انا راجل لعيب كوره معرض العب ما العبش، ده مدير فني رايه. يا طارق ما ينفعش، يا طارق. واتخانقت مع اخويا، واتفاجئت ان الكابتن ميدو بيكلمني من نص ساعه، يا حسني انا كده مش هينفع، واقول لاخوك كذا كذا كذا، ابن كذا كذا. قلت له يا كابتن ميدو معلش انا اسف، وكان اخويا غلط، انا حقك عليا يا كابتن ميدو، حقك صلى على رسول الله واهدى يا كابتن. وقعد شتيمه في امي وفي اهلي، وقلت يا كابتن ميدو بعد اذنك يا كابتن ميدو، انا ان كان اخويا غلط انا بعتذر لك، وانت من ساعه ما جيت اسماعيليه انا شايلك فوق دماغي يا كابتن ميدو اهدى. قلت له طب انت بتكبر لي يا كابتن زي ما انا بكبر. قال لي لا انت ما بتكبرليش. قلت له يا كابتن ميدو طب صلى على النبي واهدى كده، وبكره نشوف بعض، وانا يا عمي انا اخويا بعتذر لك ان كان قال اي حاجه معلش. ده برضو ايه يعني، ممكن يكون غصب عنه ان اخوه نفسه يبقى في الملعب وكده، غصب عنه معلش، انا بعتذر لك يا كابتن ميدو، واللي انت شايفه انا تحت امرك. كابتن ميدو قفل، وانا اتفاجئت باللي بيحصل في التليفون. فانا زي ما هو بيخير الحاج محمد ومجلس اداره، وانا مش متوقع اللي حصل، انتوا نفسكم مش متوقعين، انا نفسي مش متوقع. فانا قبل ما كابتن ميدو يقول الكلام ده، لا ده انا حسني عبد ربه برضه، يعني ان كنت انت كابتن احمد حسام ميدو نجم مصر واحسن لعيب محترف في جميع الانديه، لا انا حسني عبد ربه، انا بلدي دي اللي انا الحمد لله لحم اكتفي من خيرها، الشعب دوت اللي انا اخترته، ها غض النظر عن اي نادي تاني في الدنيا، بملايين الدنيا واتعرضت عليا وقلت لا، وعايش ولحد النهارده ما خدتش فلوس السنه اللي فاتت يا ميدو، وما خدتش فلوس السنه ولا يهمني، ومش همشي من نادي الاسماعيلي مهما انت قلت ومهما انت عدت. انا بص هفضل في نادي الاسماعيلي غصب عنك وغصب عن اي حد في الدنيا، انا لو هشتغل بواب في نادي الاسماعيلي ده بيتي، زي ما نادي الزمالك ده بيتك، زي ما نادي الاهلي بيت ناس، انا نادي الاسماعيلي محدش هيقدر يجي يطلعني منه، والله ولا انت ولا الجني الازرق يطلع يطلعني من نادي الاسماعيلي. وانا بقول لك يا كابتن احمد يا محترم، انا بحترمك وجزمتك فوق راسي، انا راجل متربي وراجل محترم وعارف في الاصول، وانت يا كابتن احمد انا احترمتك وبحترمك وهفضل احترمك، وانا عمري الغلط ما بيطلع من بقي، لان انا متربي ومن بيئه الحمد لله بناكل عيش وملح وعارفين في الاصول كويس قوي، ولا حسني عبد ربه اللي يعمل مؤامره يقول لجمهور ها، وانت في كلامك بتقول ده خلاص هانت، مش اخويا طارق، ده انت في التليفون قلت لي واحد اسمه علي الزان بيقول لك هانت،
دلوقتي في التليفون بتقول ده اخويا طارق اللي قال، وبتقول الفيسبوك احمد سمير. احمد سمير انت عارف هو بيعمل ايه، واحمد سمير انت اكتر واحد عايز تمشيه النهارده قبل بكره، وانت عارف مين اللي بيكتبه في الفيسبوك يا كابتن احمد. مش حسني عبد ربه اللي في اخر حياته في الكوره في نادي الاسماعيلي يحصل معاه كده؟ حصل المحاورات دي مع محمد حمص، مع محمد صلاح ابو جريشه، مع محمد محسن ابو جريشه، مع الجمل، مع اولاد النادي المحترمين الشرفاء. النهارده انت بتخير رئيس النادي بين يختار بلده واهله ولعيبته اللي بيتمرمطوا عشان خاطر بلدهم، وبين واحد جاي من بره النادي الاسماعيلي من حته جاي فاكر ان احنا هيدينا بالجزمه. مش احنا اللي ناخد بالجزمه ولا احنا اللي قالنا كده، احنا نادي ها عارفين في الاصول وبلدنا عارفه في الاصول. فانا ما عنديش شك ان مجلس اداره محترم النهارده هياخد قرار، وكل اسماعيليه عارفه مين حسني عبد ربه ومين احمد حسام ميدو، والاسماعيليه عارفه حسني عمل قد ايه، وجمهور نادي الاسماعيلي اللي كان فيه ناس جايه تشتم يوم الجمعه عشان تشتمك يا احمد حسام، وقلت لا انا اقسم بالله واقسم بالله لو حد شتم ولا قال حد يغلط في احمد حسام ميدو لا اقتصاده. انا ما احبش حد ياخد حق حسني عبد ربه بالشتيمه. انا ليا الملعب وده مدير فني ليه الحريه كيفما يشاء العب ملعب، مش انا اللي اروح اقول لمدرب العب ملعب. اللعيبه كلها تطلع واحد واحد يقول انا بعمل ايه، ويقول انا بلم ازاي وبتكلم ازاي وبلم اللعيبه على قدر النادي الاسماعيلي. وانت يا احمد احسان بتشتم اللعيبه وبتهزق اللعيبه يا اللي بتقول النهارده لا حسني عبد ربه ولا انا. لا يا حبيبي، مش انت اللي تقول على حسني عبد ربه كده. حسني عبد ربه ادى المصري كتير وادى النادي الاسماعيلي كتير. شوف نفسك انت بتدي. وشكرا يا كابتن مدحت. شكرا شكرا يا كابتن حسني.